طه محمود الطوخي اسم كبير يعرفه كل عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي نظراً للتاريخ الطويل الذي صنعه على مدار مشواره مع كرة القدم في عالم التدريب، والذي وضعه على قمة الهرم التدريبي مصرياً وعربياً، ومنحه بلا منازع لقب شيخ المدربين المصريين. وعلى الرغم من اعتزاله التدريب بشكل نهائي من أكثر من 30 سنة، إلا أن اسمه ما زال يتردد في الملاعب العربية بصفة عامة ومنطقة الخليج العربي بصفة خاصة، لا سيما وأنه أول مدرب في التاريخ يتوج ببطولة كأس الخليج عام 1970 رفقة المنتخب الكويتي، الذي يضعه دائما بين أشهر الأسماء التي تولت تدريب الأزرق الكويتي عبر التاريخ. حصل طه الطوخي على بكالوريوس التربية الرياضية في تخصص كرة القدم عام 1963، وبعدها حصل على دبلومة تدريب كرة القدم من معهد لايبزيغ الألماني سنة 1966، وتولى التدريب في النادي الأهلي مع مختلف الفرق والفئات العمرية، بما في ذلك الفريق الأول من عام 1960 وحتى عام 1968، كما كان المشرف الفني على مشروع مراكز التدريب في مصر مع المدربين المجريين سابو بال وبروشيتش، والمدير الفني لمنتخب مصر في الدورة الأولى للمدارس التي أقيمت في الكويت عام 1963، وفازت مصر بالمركز الأول. وسرعان ما اشتهر اسم طه الطوخي رغم سنه الصغيرة في عالم التدريب، لسيما في قطاعات الناشئين، حيث كانت خبراته كبيرة جدا، ولذا تولى منصب مدرب منتخب مصر لكرة القدم في الدورة الأولمبية في طوكيو عام 1964، وحصلت مصر على المركز الرابع بها، كما تولى تدريب منتخب مصر به من سنة 1966 وحتى عام 1968. في عام 1968 بدأ رحلة التدريب خارج مصر من فريق النصر الكويتي وحتى عام 1973، ثم انتقل لتدريب المنتخب الكويتي الأول عام 1969، ونجح في قيادة الأزرق بجدارة للتتويج بلقب كأس الخليج الأولى عام 1970، كما تولى تدريب منتخب الكويت في أمم آسيا عام 1971 في طوكيو، ووصل لمباراة قبل النهائي قبل أن ينسحب الأزرق بعد أن كان منافسه المنتخب الإسرائيلي. تولى طه الطوخي تدريب فريق الهلال السعودي من عام 1973 وحتى عام 1975، ثم الوحدة السعودي حتى عام 1977، وحقق النجاحات في كل مكان أشرف عليه، ثم انتقل إلى الإمارات ليتولى تدريب الجزيرة من 1977 وحتى عام 1979، ثم مدير فني لقطاع الناشئين في نادي أهلي دبي حتى عام 1981، وبعدها عاد إلى الهلال السعودي ليتولى مسؤولية قطاع الناشئين من عام 1981 وحتى عام 1989. وبعد رحلة خارجية طويلة مغلفة بالنجاحات، عاد من جديد إلى بيته النادي الأهلي ليتولى مسؤولية قطاع الناشئين لمدة عامين من 1990 وحتى عام 1991، قبل أن يجذبه اتحاد الكرة في عدة مناصب فنية وإدارية داخل الاتحاد من أجل الاستفادة من خبراته الكبيرة في رسم مستقبل أفضل للكرة المصرية. أكيد تاريخ كبير جدا زي ما حضراتكم شفت في تقرير الكابتن طه الطوخي، فعلا واحد من الأساطير المهمة والأساطير الكبيرة جدا في عالم كرة القدم المصرية، مش المصرية بس، شفنا كمان على مستوى العالم العربي سواء على المستوى الفني أو على المستوى الأخلاقي، وده مهم جدا جدا كمان اللي احنا بنشوفه. وكان ليا كمان الشرف ان انا اتواجد، يمكن في صورة في التقرير كنت متواجد، كان عمري 17 سنة متواجد تحت إدارة الكابتن طه الطوخي، اتعلمنا منه كتير جدا جدا. قبل ما نتعلم منه الرياضة والتدريب، اتعلمنا منه الحب والإخلاص
في العمل، اتعلمنا منه الاحترام والاخلاق، واتعلمنا من الكابتن طه كمان انه على قدر المسؤوليه. وزي ما حضراتكم فاكرين وانت فاكره اسهام كان ضيف معانا هنا يمكن من فتره قريبه جدا في البيت الكبير، وكان تعبان يا كابتن. اللي احنا بس اللي ده دي الحاجات اللي الناس ما شافتهاش طبعا، احنا شايفينه طبعا مع حضراتكم تشييع جثمان الراحل القدير طبعا الكابتن طه. ويمكن في النهارده اكيد زي ما احنا شايفين يمكن بيقتصر تشييع الجنازه على اسرته فقط افتكر، لانه طبعا احنا وفقا لاجراءات كورونا مفيش اي سرادق عزاء، مفيش اي افراح، مفيش اي مظاهر حياه طبيعيه. يعني احنا صحيح. النهارده اقتصرت طبعا تشييع الجنازه على المقابر واخذ العزاء. انا متاكد يا سهام لو كان ما كانش في كورونا اعتقد كان ملايين الناس يمكن الاف والناس كانت هتطلع طبعا وراء هذا الرجل العظيم. زي ما قلت لك من فتره قريبه كان موجود معانا في البيت الكبير وكانت حلقه رائعه، والناس كان ردود افعالها على قد ايه مستوى الاحترام ومستوى الاخلاق ومستوى التواضع كمان، رغم الاسطوره الكبيره بنتكلم على اسطوره كبيره جدا، لكن في لغه الحوار ولغه الاحترام ولغه التواضع اللي كانت موجوده عند الدكتور طه. وكمان شرفنا كمان بمقابله ابنه شريف، فعايز اقول لك وابنه وحفيده صح كانوا يعني موجودين. فيعني تعالي انا وانت وكمان نروح نشوف جزء من حلقه كانت موجوده في البيت الكبير مع الراحل الكبير الاسطوره طه الطوخي. وانا يعني في منتهى السعاده طبعا حبيبي اللي جيت قناه النادي الاهلي في بيتك. في التطوير يا ربنا يجعله عامر يا رب على طول البيت الكبير ان شاء الله. والواحد بيفتخر فعلا، يعني الواحد بيفتخر ان هو يعني عضو من اعضاء النادي الاهلي، وبعد كده يعني قبل كده طبعا مدرب مده حبيب. طويله تاريخ كبير يا كابتن. الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله الحقيقه، يعني بطولات كلها عن جداره واستحقاق، سواء الدوري بطوله افريقيا كاس مصر، فالحمد لله يعني ثلاث بطولات. انا برضو عشت سنه 61 في حتى صوره برضو النادي الاهلي الفريق الاول، كنت انا مساعد بقى مع استاذ عبد الصالح الوحش لازم اذكره طبعا واقول عبد الصالح الله يرحمه فكانت كاس مصر والدوري والبطوله اللي هي ما حدش خدها بعد كده ولا هتتاخد ايام الجمهوريه العربيه المتحده. كاس الوحده ايوه الوحده، ده اكبر كاس في الحجم، حتى عملوا له دولاب انا شفته قريب واتصورت معاه مخصوص انه كان دايما في اوضه مدير النادي يعني. فيعني موسم الحمد لله الحمد لله ان جمهور النادي الاهلي ده اللعيب نمره واحد الحقيقه. يعني حضرت مباريات كثيره جدا في ملعب النادي الاهلي طبعا هو استاد التتش بعد كده يعني كان بيتلعب فيه الدوري طبعا مباريات الدوري، وايام بقى ما هداف مصر الكبير الكابتن توتو لازم نذكره كان ليه مشجع مخصوص بيقف في المدرج يمين المقصوره. طبعا المدرجات اتهدت دلوقتي واتعملت، كان ايام بقى ما كان الملعب كان المقصوره في النص تقريبا نص المدرج كان في يمين وشمال مدرجات بالظبط والدرجه الثالثه لفه كلها. كنا هو اسمه عم بحر كان شخصيه كبيره كده، وكان مسؤول في مدرسه من المدارس الكبيره اللي في القاهره. وكان يمسك سبحه طويله كلها حمراء يعني حمراء كده، والنتيجه 0-0. هو روح مساحه كده توتو توتو نبص لقي توتو ده جاب جول. هو كانه كان لقاء وداع الحقيقه، لان زي ما قلت لكم حتى في داخلته الكواليس طبعا اكيد مش بتتصور، يعني لو الواحد كان حاسس كان صور اللقطات ديت لما كان داخل علينا كان تعبان، يعني كان تعبان لكن طبعا كان مبسوط جدا انه طالع في قناه النادي الاهلي جدا والله العظيم، كان بيتكلم من قلبه، كان حديث افتكر انه يعني كان حديث مطول اتكلم فيه في كل حاجه وكانه يعني كان لقاء واحنا بنودعه فيه صحيح. بس احنا ما كناش حاسين. الله يرحمه طبعا زي ما قلت ربنا يرحمه يا رب. حتى من جزء الصغير اللي شفناه قد ايه التواضع وقد ايه كمان يعني فرحته وفخره لغايه يعني ايامه الاخيره ان هو جزء من كيان النادي الاهلي. طبعا حقيقة. ربنا يرحمه يعني اسطوره كبيره ربنا طبعا يرحمه. طب دايما بدايه السنه واخرها لازم نودع ناس كتير ربنا يسترها يا رب والله العظيم. هي كده مامتي دايما تقول لي كده بدايه السنه واخر السنه، فسبحانها يعني من له الدوام يعني.